الكرام، إذا عدد كبير من نجوم الدراما العربية سيشاركون في أضخم مسلسل تلفزيوني درامي في الوطن العربي، عائلات من الشمال. ومن بين الأسماء المشاركة بالإضافة إلى الكينج خالد والنجمة الصاعدة سهيلة بن لشهب، الفنان السوري الكبير إيمان زيدان وعباس النوري، بالإضافة إلى بهية رشدي وملكة بالباي وبعزيز. سيناريو المسلسل للسورية فاتن سكرية ومن إخراج الجزائرية الشاب عبد السلام دحو ومن إنتاج شركة أديزاد كوم. مسلسل عائلات من الشمال اختير له اسم اتهامات بريئة. انطلق تصوير حلقاته الأولى بولاية بومرداس أمس الاثنين، حيث عبر عدد من نجوم الدراما العربية في ميكروفون الزميلة زايدة ثابت وتوفيق الأمير ضيف الله عن سعادتهم بالمشاركة في هذا العمل العربي الضخم. أنا آمل أن يكون عمل عربي مشترك شبيه بالأعمال اللي تقدم في الشرق واللي انفردت بها سنين طويلة. طبعا اشتركت أعمال كثيرة مشتركة في مع مصر مع سوريا، والآن في التجربة إن شاء الله نخوضها مع الشمال الأفريقي. تم الاتفاق بتفويض شركة كروان العالمية بتوزيع وتسويق المسلسل في كل الدول العربية، والحمد لله والآن بدينا الخطوات الأولى بالتواصل مع بعض القنوات العربية، والحمد لله إن شاء الله بإذن الله نسعى أنها حيتم تسويقها في أكثر القنوات بحيث أن نمنح للمشاهد العربي فرصة هذا الملتقى اللي هو اللي بيجمع كل نجوم الدول العربية في المسلسل عائلات من الشمال. يعني مشاركتي في العمل هذا أني نمثل أسرة من الأسر اللي حتشارك في العمل هذا اللي هي الأسرة الليبية، فدوري بالضبط يعني ممكن حيكون ممرضة، ما عنديش تفاصيل الكافية. فرحانة بزاف بتجربتي إن شاء الله في هذا المسلسل، خصوصا أنه كيضم مجموعة من الممثلين خارج المغرب العربي، تونس، ليبيا، الجزائر، وإن شاء الله علاش أنا نكون مغربية اللي كنمثل بلادي بلاد المغرب، وإن شاء الله نمثل أحسن تمثيل. الفنانون الجزائريون بدورهم استحسنوا المبادرة معتبرين إياها وسيلة لتسويق اللهجة الجزائرية. زايدة ثابت وتوفيق الأمير ضيف الله ثانية. أول شيء مرحبا بكم، حبيت نشكر النهار على كل التغطية اللي تعمل فيها على كل الفنانين. طبعا نتمنى لكم دائما التألق، أكيد نقول لهم باللي رانا بدينا في مسلسل جديد في شغل جديد، وأكيد راح يكون عندكم حصريات وآخر الأخبار، وأكيد نهار معنا هي عاملة تغطية ودايرة حالة، فإن شاء الله يا رب نتوفق. فأكيد أكيد كل مرة كل خطوة حتعلمني أكثر من ثانية، فأنا حسب كل مرة نحس بمسؤولية أكثر، يعني هذه المرة دوري طويل أكثر وأساسي أكثر، فإن شاء الله يا رب نتوفق. المسلسل أنا دوري فيه هو دور الأم اللي عندها 4 بنات، وكل واحدة فيهم باش ما نقولش تزوجت مع أجنبي نقول تزوجت مع عربي، فهذا العربي هذا اللي هو صباح سهري يجي ويجيب معاه عاداته وتقاليده، ولكن أنا نحاول بقدر المستطاع أني نفرض عليه لغتي أو اللهجة الجزائرية وأيضا العادات والتقاليد. الدور تاعي هو الدور تاع دحمان، عندي زوجتي ونسيبتي بهية رشدي، وهو ان شاء الله لاول مره راح اون نيكسبورت اللهجه تاعنا الجزائريه مع بلدان عرب منهم المغرب، تونس، سوريا والاردن، وان شاء الله راح يبث في اكثر من 12 قناه عربيه شهر رمضان هذا ان شاء الله. هذا العمل الفني بتنوعه وتشكلاته المختلفه يمنحنا الوجه الحقيقي للجزائر التي ينبغي ان تكون حاضره هذا الحضور البهي الجميل من خلال الفن. وده شرف كبير انني اشارك في عمل ضخم اكبر دراما عربيه، والشرف الكبير انه راح تكون راح يكون هذا العمل هنا بالجزائر بأرض الجزائر. من الفكاهة إلى الدراما شيء جميل، أنني فرحان جدا، كان حلمي واليوم تحقق في عمل درامي. حاجة مليحة في هذا المسلسل أنها تشمل عدة دول عربية تشارك في هذا المسلسل، نلعب دور إن شاء الله بيرمي لوغ برينسيبو في هذا المسلسل، وإن شاء الله يكون هذا يعني أول يمكن أول مرة تصرى في الجزائر يعني مسلسل يشمل بلدان عربية. كنت طفل صغير زعما ما عنديش بابا، زعما في العائله من الشمال، تعلمت نتكلم بسوريه كما نكونوا في التران يجوزوا ساكن هذوك اللي يطلبوا حل عني رسوم الحالك، عندي كان نروح نقول لماما
أمي عم قول لي راح ترسم لي سفينة، ما عم ترد علي وخانقتني. أتمنى أن تكون مشاركة فعالة في هذا المسلسل، وأنا مستعد لكي أساهم بتجربتي في عالم التمثيل والمسلسلات. المسلسل فيه عدة عائلات، عائلات متزوجة فيما بعضها من تونسي جزائري إلى آخره من البلدان العربية، ومن خلال هذه الأسر راح نعالج كل أسرة نطرح فيها آفات اجتماعية وقضايا اجتماعية من خلال هذه الأسر، ونمرر الرسائل إن شاء الله من إهمال أسري إلى آخره، يعني قضايا اجتماعية. نخليكم شوية سوربريز تشوفوه إن شاء الله في رمضان. الميزانية ميزانية كبيرة، لكن كلفتنا شوية كتير، لكن الحمد لله مع تعاون النجوم الممثلين الحمد لله. إلى المجال الأدبي، حيث أجمع الكتاب العرب على ضرورة ترجمة الأعمال الأدبية إلى اللغات العالمية، حيث تم تبني مشروع ترجمة عدد من الروايات أقول إلى 5 لغات. جاء هذا على هامش لقائهم الدوري الذي احتضنته المكتبة الوطنية بالحم، الذي حمل شعار تجليات ثقافة المقاومة بحضور عدد كبير من وفود الدول الأعضاء. ميكروفون سارة بالحور. مجرد لقاء المثقفين والكتاب العرب مهم، يعني بغض النظر عن النتائج، يعني لأن إحنا نعيش في عالم متغير. يعني إحنا كنا نقول إنه نجتمع كل 6 شهور كتير، بعدين اتضح إنه كل ما اجتمعنا بعد 6 شهور يتغير الكون، تغير الدنيا من حولنا، فمهم جدا المتابعة. يعني من الترجمة ظلت دائما جسرا لحوار الثقافات، خاصة بالنسبة للثقافة العربية قديما، واليوم لا بد من أن تعود الترجمة لتقرب الثقافة العربية للآخر. لذلك اجتماعات المكتب الدائم للأدباء والكتاب العرب اليوم سوف تحاول أن تبحث مجموعة من القضايا في مقدمتها الترجمة، لأنها تشكل رؤية مستنيرة لحوار الثقافات والحضارات اليوم. هي 5 روايات، 5 روايات ستترجم ل5 لغات وليست لغة واحدة، 5 لغات اللي هي أهم اللغات المنتشرة الآن. الآن نحن نجاهد داخل هذه الهيئة من أجل تسويق صورة الأدب الجزائري اللي كانت مغيبة. عرفانا بالتاريخ الحافل الذي قدمه الفنان الراحل محمد الطاهر فرقاني في الساحة الفنية الوطنية والعربية، والتي كانت له علاقة مميزة مع مدينة عنابة، سواء مع سكانها أو فنها وتراثها، نظمت مديرية الثقافة لولاية عنابة التأبينية الأولى لرحيل الفقيد، ذلك بالمسرح الجهوي عز الدين مجوبي الذي عرف حضور نخبة من نجوم المالوف بعنابة. نظمنا بالمسرح الجهوي عز الدين مجوبي هذه التذكارية المخصصة لفقيد الموسيقى، موسيقى المالوف الشيخ الحاج طاهر فرقاني، على اعتبار أن للحاج علاقة خاصة تربطه بهذه المدينة، له بها أصدقاء، له بها تلاميذ، له بها جمهور واسع. نشكر كل الفنانين اللي جاوا، لرأسهم الكبار سي العياشي ديب وسي علاوة وسي بناني حمدي، مبارك الدخلة كسري، كمال بناني، كهية، هادو اللي جاوا بكل الفنانين واللي كانوا أصدقاء للعائلة، داروا حاجة مليحة، وإن شاء الله يكونوا حافظين على المالوف. هو تسمى أمانة، إنسان كي يروح الكبير ويخلي لك أمانة لازم يحافظوا بها، يعني ويستاهل أكثر من هكذا، لأنه الحاج محمد طاهر فرقاني يعني رجل مونيمون، رجل عظيم في الفن الأندلسي هو المالوف. كانت عشرة ما بيناتنا، وأنا نقول للحاج محمد طاهر فرقاني الله يرحمك يا الحاج، واليوم راك بزيد تحي في قلوبنا.